بكل مفاصل الحياه اللي عم تمر فيها، ودائما بيكون لصباحنا غير طعم مختلف بنيسان، نيسان الجلاء، نيسان وايضا نيسان الفن والاصاله. يسعد صباحكم من حلب بحلقه مميزه وخاصه من صباحنا غير. يسعد صباحك نيسان. يسعد صباحك اريج، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يتابعونا، ونحن عم نطلع عليكم من قلب قلعه الامل من حلب الشهباء. عم نطلع عليكم يلي بقيت الروح الحلوه والكلمه الطيبه هي عنوان اهلا، من هالمكان يلي اعاد بالامس لنا اريج اجواء الاحتفالات يلي كانت تصير بقلعه حلب. عم نطلع لحتى نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، حيث سمعت انتصارات دمشق مدينة حلب وردت الصوت صدى أصيلة. مشاهدينا رح نكون بحلقة مميزة اليوم لنحكي عن احتفال خفق حلب خفق الفؤاد يلي كان ليلة أمس أريج مع ضيوف وفنانين متعددين. مع بعد هالفاصل خليكم معنا. قلعة حلب، مين البناكي وصفصف حجارك، مين العلاكي ولفلف زنارك، حيرني أمرك عم بحسب عمرك وبقول لحالي اترابك الغالي منين انجلب يا قلعة حلب. الصف ودراجك تسلم ايديهن، والعل وبراجك يرحم عينيهن. حلو يا قلعة يا فن وصنع، براتك روعة وجواتك عجب، حيرني أمرك عم بحسب عمرك وبقول لحالي اترابك الغالي منين انجلب يا قلعة حلب. حفل فني بمناسبة أرض سوريا وبرعاية من رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، أقيم حفل فني في قلعة حلب. كاميرا صباحنا غير رصدت أجواء التحضيرات لها الحفل والبروفات، خلونا نتابع بهالمادة. نحن أمي لا نموت، حلب طائر الفينيق الذي لا يموت ويخرج من الرماد. نحن اليوم نقدم للعالم رسالة حضارية على أعلى مستوى، رسالة فنية، الفن مرآة الشعوب، ونحن نقدم صورة جميلة عن شعبنا وعن حضارتنا وعن إنساننا وعن فكرنا. نحن اللي راح يشوفوه اليوم هو نحن حلب الثقافة، حلب الحضارة، حلب التاريخ، حلب 12500 سنة قبل الميلاد، حلب الموسيقى اللي ولدت فيها 3500 قبل الميلاد، حلب أول آلة موسيقية في العالم اكتشفت 3200 قبل الميلاد، آلة الهارب. حلب شو ما حكينا عنها قليل، هي حلب.
حلب اليوم أكيد يعني عانت كثير بالأزمة اللي كنا عايشينها، بس ولكن سوريا أكيد بقيادتها بشعبها إن شاء الله ستظل وستبقى، وإن شاء الله ربنا معنا. لهي الاحتفالية يعني فيها كم فيها ضخامة، كونه مشارك الفرقة الأوركسترا الوطنية والفرقة العربية السورية، فكان في خليط يعني في عازفين من دمشق وعازفين من حلب وعازفين من شتى المحافظات. طبعا بمناسبة عزيزة علينا هي عيد الجلال. أكثر شيء حابه إنه نحن عم نشتغل مع زملائنا من حلب، أستاذ عبد الحليم وباقي الأساتذة، ونقدم شيء يعني ولو كان بسيط عن تراث حلب العظيم المشهور. موسيقى لحن الشهيد يلي عزفته فرقة الجيش والشرطة كانت التحية الأولى لذكرى شهدائنا الأبرار في يوم ذكرنا فيه جلاء المستعمر مستحضرين معه الإرهاب من سوريا بفضل أبطال الجيش العربي السوري. ضرب طويل من النصر تزهر شقائق النعمان على أرض بلدنا الطاهرة، ومن هنا من قلعة حلب الراسخة في وجه الشمس يلي احتضنت بالأمس بالموسيقى، وموسيقانا يلي رح تبقى أقوى من صوت رصاص وإرهاب. أكيد ميسان، وبأولى محطاتنا الصباحية لليوم رح نتحدث عن مشاركة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح بحفل أقيم يوم أمس، والتي تسعى دائما لإثبات جمالية الموسيقى السورية وغناها، والتي تمثل سوريا داخل هذا الوطن وخارج حدوده، ومع صوت حلبي أصيل أيضا مع الأستاذ صفوان العابد، صوت يلمع كلمعان مياه حلب كما يقال، من يشرب من مائها يتذوق الأصالة والفن. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. خير، يسعد صباحكم. صباح النصر، صباح صباحكم، هيك صباح جميل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. صباح سوريا العظيم. يسعد صباحكم استاذ صفوان. نحن يمكن اول مره حضرتك بتكون معنا ببرنامج الصباحي، اكيد بنتشرف كثير بوجودك معنا اليوم بالبرنامج، وانتم اليوم محتضنين ببيتكم بحلب. حلب بيت الجميع اكيد، بيت كل السوريين. تسلم، الله يخليك. حابين هيك من حضرتك نبدا بتحيه صغيره من حلب قبل ما نبلش حوارنا. حلب بتسلم عليكن، عليكن بالحلبي. حلب بتسلم عليكن وبتقلكن انتو عالبال، حالتا شوفت عينيكن وللصبر صارت مثال، وبتقلكن لا تخافوا عليها راية سوريا بإيديها، الشهب عين الله عليها، شعب الصامت كله الرجال، حلب بتسلم عليكن. تحية أيوة والله كل أهالي حلب. مايسترو، يعني امبارح حفل كان بالفعل مميز ورائع، يعني صدى صوت الحفل كان مترافق مع صوت الانتصارات. خبرنا كيف امبارح كان التحضير للحفل والأجواء. أول شيء صباح الخير. يسعد صباحك. وصباح الخير أكيد، من صباح مميز أكيد من حلب، وخاصة جنب القلعة الشامخة أكيد.
امبارح الحفل جدا مميز جدا، بيعني لنا يعني كموسيقيين، بيعني للحضور ولكل اكيد الـ اكيد الـ الشعب السوري. حلب مدينه عظيمه تاريخيا وعظيمه بالنسبه ل لا لا بجميع المجالات، سواء كان الاقتصاد وخصوصي بما يخص نحن شغلنا خلينا نقول الموسيقى اللي فيها ارث جدا 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 مهم. كان واجبنا بالفتره الماضيه انه نحافظ على هذا الارث، نوثقه، نقدمه اكيد بحفلاتنا. يمكن كان الهم الاكبر عند الاساتذه لابناء محافظه حلب، امثال الاستاذ صفوان عابد المقصر، اكيد بانه يقدم حفلات طول الفترة الماضية، ما يوقف يوثق هذا التراث. فكانت هي مهمتنا، ويمكن هي المهمة يمكن توجناها بحفل امبارح اللي هو كان برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد. ومثل ما عملنا تدمر بوابة الشمس، عملنا امبارح كان حلب خفق الفؤاد، وان شاء الله هذا الحفل بيصير بكل شبر من اراضي سوريا الحبيبة ان شاء الله، لحتى نقول انه نحن الشعب السوري. وطبعا جمهور حلب هو وجمهور دمشق وجمهور كافة المحافظات اللي كانوا موجودين، طبعا حسوا احساسهم، وهذا احساس حقيقي. وانا سألت كثير وحكوا معي كثير انه وكأنه حلب ما في مشكله وما في شيء تماما. يعني كنا عم نسمع على الاشخاص مثل ما قلتي ميساني اللي كانوا عم يدخلوا للقلعه، وحتى اللي كانوا حاضرين الحفل عم يقولوا يلي ما زاروا حلب بهالحرب يلي مرت عليها، وهلا زاروها بحسوا كانه ما كان صاير شيء فيها، وهالحفل رجع لهم يمكن قلق هالاصاله الحلبيه. يعني مايسترو انتم دائما عم تسعوا لتقدموا شيء مميز وإطلالة مميزة، كيف كان التناغم مع الطرب الحلبي امبارح؟ هلا بالنسبة للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، هي من الحفلات المميزة اللي تنضافت لبقول لتاريخها، انه اجتمع معنا بفقرة واحدة. اهم يعني قامات الغناء اكيد بمحافظة حلب وعلى رأسهم الأستاذ صفوان العابد. وأكيد بالأيام اللي جاية أكيد بقى موضوع، يعني في مشاريع يعني يمكن الرسمة خلال هي التجربة، مشاريع رح تقدم إن شاء الله على مسرح دار الأوبرا، تعنى بموضوع توثيق هذا التراث من موشحات ومن قدود ومن سماعيات ومن كل يمكن الأنماط الموسيقى الشرقية. بصراحه امبارح خليني احكي على موضوع الموسيقى، ما تفضل الاستاذ صفوان وحكى انه مثل كانه حلب ما مر عليها يمكن هي الغيمه السوداء. وبالفعل انه نشوف عدد من الفرق الراقصه ما زالت طول الفتره الماضيه قائمه على راس عملها، عم تساوي تدريباتها، عم تساوي حفلاتها،
حتى بالنسبة للأساتذة المغنيين العازفين اللي محافظة حلب بيشتركوا معنا واللي هن بالأساس هن تشكيلات من فرق موجودة كمان استمرت طول الفترة الماضية وقاومت أكيد بالموسيقى سواء فرقة نغم أو فرقة أحياء تراث أو أوركسترا صبا أو أوركسترا كوميداس وحتى كمان هذا التجمع الكبير من الكورالات دليل أنه ما بنحسن بلا الموسيقى مآمنين جدا بالموسيقى مآمنين جدا بالفن بالإبداع بتأثيره أكيد طول السنوات اللي مرت مثل ما أكيد إيمان أعضاء الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية وأعضاء الفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة المايسترو أكيد أستاذ ميساك طول الفترة الماضية كان عندنا إيمان بأنه نحن عندنا واجب على أنه نحافظ على هي الموسيقى نحافظ على الحفلات اللي احنا يعني عم نقدمها ايمانا بتاثيرها اكيد طبعا ما وقفت الحفلات وكنا عم نشوف هذا الموضوع مايسترو يعني تقريبا بالعديد من المحافظات السوريه صحيح. استاذ صحيح. صفوان يعني نحن بدنا نستثمر وجودك معنا لليوم ونرجع نسمع غنيه جديده من حضرتك كمان هيك من مدينه حلب يمكن اهداء الى دمشق يعني غنيه جديده انا عملت سلام من صبا برده هو في مشروع هلا مع المايسترو الاستاذ عدنان في تحضير لهيك شيء ويعني ما عاد في شيء اسمه مخبى اي فالاستاذ المايسترو هون استاذ عدنان عم بيحضر شيء جديد بس انا هلا ممكن اقول لك شيء من شيء له علاقه من حلب اي تفضل ما أسعدك صبحية ما طلعت الفجرية والله الدلال يلبالك وأنا العذاب كله علي يا سلام يا سلام يا سلام أمي العبيب جوز ولوز يا مطلقة ومالك جوز بيعي الفرشة وحويلك جوز تيدفيك بالشتوية يا سلام يا سلام يا سلام نحن رح نتابع أجواء الحفل يوم أمس ونرجع أكيد لنكفي حديثنا معكم على العقيقة تتمعنا نحن أسود العيوني نحن أسود العيوني بظني مجنون ليلة قجنا بعض الجنوني قجنا بعض الجنوني تحب الصبايا كل يوم لك ألف حكاية كل يوم لك ألف حكاية قلت اسألوا قلبي عنهم إني طبيبي ودوايا إني طبيبي ودوايا على العقيق جدا معنا نحن أسود العيون يا خيو نحن أسود العيون إيه ما ظني مجنون ليلة قجنا بعض الجنون قجنا بعض الجنون يا ليلي
الجافوني ويا جفون الجافوني ويا قلبي تصبر اللي أحبون هلكوني اللي أحبون ذبحوني على العقيق جد أمانة نحن وسود العيون نحن وسود العيون ما ظني مجنون ليلة قدنا بعض الجنون يا خيو قدنا بعض الجنون مايسترو عدنان الفرقة الوطنية السورية دايما بيكون لها حضور بالمحافل الدولية وعم تمثل سوريا وفن سوريا الأصيل بالخارج لكن وجودكم مبارح بقلعة حلب القلعة الصامدة المنتصرة له خصوصية أيضا يعني قديش كان في مسؤولية عليكم بأداء رائع وجميل كما هو معتاد يعني طبعا هلا المسؤوليه مثل ما قلت لك المسؤوليه كبيره لانه بحلب المدينه المشهوره اكيد مدينه الطرب مشهوره بارث الموسيقي الغني فانه نحن حاولنا نقدم يعني انا والاكيد كل المغنيين اللي شاركونا شيء من 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 تراث حلب فقدمنا هي الوصل اللي شاركنا باعداد اكيد الأستاذ صفوان وأكيد كل حدا غنى أغنية الشيء اللي كان كمان أحد خلينا نقول مميزات الحفل كانت إنه شراكة موسيقيين من محافظة حلب من فرقة نغم اللي هي بقيادة الأستاذ عبد الحليم حريري ومن فرقة إحياء التراثي اللي بقيادة الأستاذ عبد الباسط بكات فحتى هي خلينا نقول هذا الشراكات كمان جدا 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 مهمة أكيد وأضافت لنا كمان كثير أستاذ صفوان يعني دائما بأي نصر بترافق الأغنية الوطنية دائما للانتصارات خصوصا هلأ نحن بوقت كثير كبير من الانتصارات للجيش العربي السوري بدمشق وبالعديد من المدن السورية قديش اليوم فعلا هي الأغاني اللي منرددها لها دور كثير كبير بأنه تعطي هالفرح تعطي هالاعتزاز بالوطن صحيح بس أنا قبل ما أشوف أو قبل ما أسمع الأغاني أنا وقت بسمع أي غنية وطنية أنا بشوف سوريا قدامي يعني إيه طبعاً بقعة واحدة أنا بشوفها من أقصى الشرق لأقصى الجنوب بغنية بسمعها أنا فوراً بصير عندي تصور بتصور سوريا طبعاً ما بتصور سوريا ناقصة حبة تراب إلا من وإلى يعني حالة عظيمة أي أغنية وطنية أنا بسمعها طبعا من الاغاني اللي بنحبها طبعا او في اغاني هلا حاليا انه بتفوت فورا وطنيه إيه اوكي بس لا تخلو من الطرب او لا تخلو من الجمله الطربيه الحلوه فهي اهل حلب بالذات طبعا بسوريا بشكل عام بس حلب في لها خصوصيه بهي القصه انه الاغنيه الوطنيه يجب أن لا تخلو من الجملة الطربية فكل نكهة مميزة نكهة طبعاً عليها. طبعاً وطبعاً هي في وجداننا أي أغنية وطنية بتبقى في وجداننا بحياتنا اليومية إنه خلص أنا إن كنت جوا سوريا أو برا سوريا فأي أغنية سوري بشكل عام سمعها فهي وجدان إله يعني ففورا بتصور مدينته وبتصور بلده وبتصور راح لدمشق واجا لكافه محافظات اللي شافها فبشوف فيها سوريا يعني الاغنيه الوطنيه طبعا بحاله ثانيه يعني بالتاكيد هالاغاني الوطنيه هي بالفعل بتعبر عن فرحنا طبعاً. وانتصارنا وبهذا الانتصار نحن بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم وبصباحنا غير وتشرفنا فيكم اهلا وسهلا فيكم تشرفنا فيكم شكرا كثير لوجودكم معنا لليوم شكرا صباحكم اما هلا اريج رح ننتقل الى قلب الشارع الحلبي يلي وجه كلمات لرجال الجيش العربي السوري بانتصارات الجيش وايضا بمناسبه عيد الجلاء بالتقرير التالي خليكم معنا هدم النوم فينا هو
الجيش هو الأساس في هالبلد، وهو لو ما له الفضل كان الوضع أكيد يكون سيء أكثر من هيك بكثير، بس الحمد لله الجيش اشتغل والله يعطيه العافية، ونحن بنأمل أنه كمان يصير أكثر انتصارات وأكثر تحرر البلد. والله العظيم أحلى جيش في العالم، يعني نحن كثير مبسوطين بانتصارات الجيش. الله يعطي قوة ويحميهم يا رب، يخليهم مشان يحمي وطننا. الله يحمي الجيش ويخلينا إياهم ويرجعهم لأهاليهم بخير وسلام يا رب. بنحيي الجيش العربي السوري وبنحيي سوريا، وإن شاء الله يعيد الأمان والاستقرار بهمة الجيش. الله يحمي لنا الجيش العربي السوري. الله يحميه ويخلينا يا هو حامينا. الله يحمي الجيش العربي السوري. هذا عزي وعزة، هذا اسمي واسمك، دمي أنا ودمك بروح بفدي دمك، هذا خيي وخيك، بي أنا وبيك، هذا خلى بلادي بالعلال اشتيك. كان يعني حضور الموسيقي يوم أمس يضيف للاحتفال نكهة مميزة، عزفوا وغنوا الانتصار في معظم المدن السورية وتركوا بصمة تنبئ بحضور رائع في الأرجاء، أرجاء الفرقة السيمفونية الوطنية السورية يلي شاركت مبارح بحفل احتفال قلعة حلب بذكرى عيد الجلاء وبمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنا البطل. يعني قريش كانت هي المشاركة ملأة الحب برفقة مغنية السوبرانا السورية السويسرية سمية الحلاق يلي غنت بأهم وأعظم دور الأوبرا في العالم، واليوم هن معنا المايسترو ميساك بابودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وأيضا المغنية السوبرانو سمية الحلاق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وشكرا. شكرا، شكرا لكم موجودين بهذا المكان. شكرا لكم على الحفل اللي قدمته امبارح. ميرسي. انا اسمي سمية حلا بس مو ال اوكي يعني غير شيء. نعتذر هذا عفوا لانه الاحرى. هلا وسهلا فيكم ضمن صباحنا غير لليوم من قلعه حلب. يعني ماسترو امبارح كانت اجواء رائعه بالحفل، شفنا تفاعل كثير كبير للجمهور، خبرنا كيف كانت التحضيرات؟ هلا بصراحه بالبدايه وقت اجت الفكره انه يكون في فعاليه بقلعه حلب كان في مسؤوليه كثير كبيره، لانه بعد كل هالسنين الحرب، سنين من الصمود بحلب، كان ضروري يكون في حفله بتلخص هي الفتره اللي عاشتها حلب وترجع لحلب الرونق اللي كانت فيه قبل الحرب. فبالتالي هذا كان كثير مهم، انه كيف نفكر بالبرنامج، كيف نفكر بتتابع المقطوعات، شو الأشخاص اللي راح يكونوا موجودين، شو المقطوعات اللي راح يكونوا موجودين. فنحن كفرقة سيمفونية وطنية رسالتنا كانت إنه نحن منقدم موسيقى عالمية، مشان هيك كان في فقرة اللي هي أوبرا مع الأنسة سمية، وكان في الأغاني الوطنية، وحبينا يكونوا معنا كورالات من حلب اللي خلال الحرب هن نكملوا عمل وضلوا عم يتمرنوا وعم يشتغلوا بالرغم من كل التهديدات من كل الصعوبات، كملوا عملهم لحتى تستمر الثقافة، تستمر الموسيقى بي حلب. فإجت الفكرة أنه يشاركوا معنا، يكونوا موجودين لحتى هن يحسوا كمان بالفرحة، وهي يعني تقدير معنوي للشيء اللي عملوه خلال السنوات هاي. لأنه عن جد شو ما قدمنا لهم للكورالات للأشخاص هدول صعب تكون مكافأة صح. فبتخيل مبارح حسوا بالعزة هاي، حسوا بالتضحيات اللي عملوها انه جابت نتيجة وكانوا على المسرح عم بيقدموا هذا الشيء لسوريا كلها. يعني كمان مثل ما ذكرت حضرتك هن كثير ضحوا، كانوا عم يغنوا دائما لمدينتهم وبكفي صمودهم وقعدتهم بهي المدينة لحتى يدافعوا عنها بالصمود. سمية كيف لقيتي حلب وكيف كانت مبارح الحفلة؟ حبيتي الحفل؟ حبيتي تفاعل الجمهور؟ أنا حبيت كثير، ولأنه هي مدينتي، مدينة الأحلي، ويعني هاي أرضي يعني شجري، أنا هون أنا هون بالبيت، وكانت كتير حلو يعني هاي الحياة والحب مشان حلب، وإن شاء الله بيرجع مثل قبل إن شاء الله. رجعت إن شاء الله هيك عملت الواحد اثنين ثلاثة حلب وحياة مشان 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 ايش؟
أضفتي جو مميز عبر صوتك وأيضا بتفاعل الجمهور معك. نحن رح نسمع مقطع من حفل مبارح ونرجع نكفي حديثنا معكم. مايسترو، شفنا مقطع من الحفل امبارح اللي انتم كمان بمشاركه الانسه سمية. دائما الفرقه السيمفونيه وين عم يكون في انتصار عم تروح، ويمكن تحيي حفل شفناكم بمدينه تدمر بعد انتصارات تدمر، احييتوا حفل، وهلا كمان بمدينه حلب. حلب يلي عم ترجع للروح، بدنا نقول يعني رجعت لها ان شاء الله للروح. قديش المهم بزمن الانتصارات الموسيقى تكون موجوده؟ نحن وقت نحكي عن حرب، للأسف الحرب اللي عم تيجي سوريا هي مو حرب فقط، حرب أسلحة، هي حرب ثقافة، حرب حضارة، حرب ثقافة الموت والإرهاب اللي عم تحارب ثقافة الحياة والفن. فالجواب عم يكون عن طريق الفن، وهذا كان جوابنا لداعش، على نفس المسرح اللي قتلوا جنودنا، على نفس المسرح اللي نشروا الإرهاب والموت، نحن عملنا موسيقى فن لنقول نحن أولاد الثقافة والحضارة. قالت حلب نفس الشيء، هذا التاريخ العريق اللي نحن عنا اياه من اوغاريت، من التدوين الموسيقي لكل شيء عم نحكي، نحن احفاده هلا، وبالتالي نحن لازم نكمل هذا الطريق عن طريق الثقافه وعن طريق الموسيقى. فبالتالي وجود الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه باي مكان فيه انتصار، وانتصار للحياه، انتصار للثقافه، للفن وللحب كمان. بالتأكيد. وبالتالي حتى مبارح الاريا تبع اوبرا عايده اللي نحن اخترناها كمان لها معنى، كمان لانه هي عم تقول
الأميرة عم بتقول لأبوها عد منتصرا. فحتى بالموسيقى نحن بنقدر نحكي كثير كلمات ونعبر عن شيء اللي بدنا اياه بمقطوعات موسيقية نختارها بالمناسبة. وهذا كان سبب تفاعل الجمهور مبارح. يعني الجمهور وقت قال أنا سوري أرجع عربية، هذا الفخر اللي حسوه هنن نحن سوريين، رئاتك بالعليا سوريا، سوريا حبيبتي. بالأغاني نحن فينا نوصل على عواطف الناس ونعمل كتلة واحدة، وهذا سحر الموسيقى. سوبرانو سمية، يعني مبارح شفنا إطلالتك مع الأطفال ومع الكورال، خبرينا اليوم اختيارك لهذا البرنامج وللأطفال ومشاركتهم معك. أنا بشتغل معهم بالمريمين أزرا، أخو مريمين، والبرنامج اسمه اليوم قديش هالفرق رغم كل شيء مر علي وتأثيرها النفسي أيضا على الأطفال وحتى الشباب، لكن اليوم الموسيقى هي عودة للحياة وهي نبض الحياة. قديش عبر استمراركم عفوا بهالتدريبات وبإقامة هالحفلات الفنية، صح يمكن أنه هي عم تكون قليلة ولكن الاستمرار موجود، قديش اليوم عبر هالفن قدرتوا تتجاوزوا كل المصاعب اللي مريتوا فيها؟ هي أمل أنه تكون أمل عنا للشباب، أنه يكون لهم أمل للحياة. نعم. مشان الشباب بالموسيقى بالغنى بالرقص يكون فيهم أمل ويكون فيهم رغبة يبنوا فيها المجتمع ورغبة يبنوا فيها هالبلد من خلال الموسيقى من خلال الرقص. هن بيحسوا حالهم مرتاحين نفسيا و بيتأقلموا بهال وضع. يعني نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بكل الفرق يلي عم تشتغلوا عليها، وان شاء الله يكون يعني لكم كل التألق وامل هالشباب يتحقق بانه هن يصيروا نجوم من الفرق الكورال المهمه بسوريا وبالعالم. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم سيد بيكار، لهالدعوه الحلوه وبهالاحتفاليه، وبتشكركم كثير. شكرا كثير لك. يعني اما هلا ميسان من امام قلعه الصمود بحلب رح ننتقل لاستوديوهاتنا بدمشق لنتعرف على اخر واهم الاحداث مع موجز لاهم الاخبار مع بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك اريش، ويسعد صباح كل اهل حلب. موجز الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة خلال جلسة في مجلس الأمن حول مدينة الرقبة أن المدينة تم تدميرها بشكل كامل من قبل القوات الأمريكية وتحالفها المزعوم تحت ذريعة محاربة الإرهاب. الجعفري أشار إلى أن تقرير بعثة الأمم المتحدة التقييمية إلى مدينة الرقة أكدت بأن المدينة تواجه وضعا حرجا يتطلب إعادة بناء كاملة وإعادة هيكلة الإدارة والخدمات العامة بأكملها من الصفر، لافتا إلى أن التحالف الدولي دمر كل المشافي والمستوصفات في الرقة ولا يوجد أي مشفى عامل في المدينة، بالإضافة إلى نقص كامل في الخدمات العامة حيث لا يوجد مياه ولا كهرباء. سلم إرهابيو جيش الإسلام مجموعة من العتاد الثقيل لوحدات الجيش العربي السوري. هذا وأشار مراسل الإخبارية الحربي لأن الجيش تسلم 5 سيارات مزودة برشاشات من عيارات مختلفة وعربة BMP متوسطة وقذائف RPG، بالإضافة إلى مدفع ومنصات في ضمير. أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوما شنه إرهابي جيش جبهة النصرة نحو مواقع الجيش على محور تل الدرة وقبة الكردي وقرية جرجيسية بريفي حماة الشرقي والجنوبي. وذكر مراسل الإخبارية بأن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة ضد إرهابي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها، والتي نفذت هجوما من مواقعها في السطحيات نحو نقاط الجيش في تل الدرة وقبة الكردي شرق حماة.
أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن العلاقات بين بلاده وتركيا تشهد مرحلة من عدم الاستقرار، موضحا بأن أثينا لن تفاوض بشان أي شبر من أراضيها. ونقلت وكالة أساشيتد بريس عن تسيبراس قوله خلال زيارته لجزيرة كاستيلو ريزو الشرقية في بحر إيجا: الكثير من الأحيان نجد أنفسنا نمر بمشاكل وتصرفات لا يمكن تبريرها ومواقف استفزازية وعدائية من جيراننا، ونحن نمر هذه الأيام بمرحلة من عدم الاستقرار لا تتماشى مع مبادئ حسن الجوار أو مع قواعد القانون الدولي. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في حلب. شكرا لك بهاء. من استديوهاتنا بدمشق وأيضا كفين صباحنا غير بحلب الشهباء، يعني يوم أمس بهالحفل كان في مواهب واعدة وأصوات مبدعة تميزت بصوت رائع وأدت فن حلبي أصيل، يعني كان لحضورهم نكهة كتير مميزة. شباب سوري صغير إذا فينا نقول هن أطفال سوريا يلي يحيبنوا سوريا يعني ومستقبل سوريا كله بإيدهم. معنا لليوم شاب سوري متميز قدم مبارح بالغناء الحلبي الأصيل وكان تفاعل كبير للجمهور معه. معنا شاب يمان قصار، أهلا وسهلا فيك. ووالد عدنان قصار، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، صباح سوري بامتياز. تسلم، اهلا وسهلا فيكم. يعني يمان امبارح لما طلعت على مسرح قلعه حلب شو كان شعورك، وخاصه شفت تفاعل الجمهور معك؟ كان شعوري كثير حلو، وطبعا انا لي الشرف انه اوقف على مسرح وقف عليه كبار الفنانين، وقلعه حلب تعني لي انه صمود سوريا. يسعد صباحك. بدنا بما انه بتعني لك قلعه حلب صمود سوريا، حابين نسمع من حضرتك غنيه صغيره يمان بتهديها لكل اهالي سوريا. كل شي حنين النال، كل شي حنين النال، شهبة غرامك غلب وآه البعد موال، وآه المحبة عجب لأجلك أنا غنيت، لأجلك أنا غنيت، لأجلك أنا غنيت، آه اللي انكتب سطرين فيهم عجب، آه اللي انكتب سطرين فيهم عجب، السطر الأول نار بعدي عنك يا دار، السطر الأول نار بعدي عنك يا دار، والتاني كله مرار محروم شوفت حلب، اشتقنا لك يا حلب، اشتقنا لك يا حلب، اشتقنا لك يا قلب. هالصوت وتحية لكل يلي اشتاقوا لحلب انه يجوا على حلب بهذا الوقت. قريش اكيد يعني سيد عدنان، كيف كان التحضير للمشاركة يمان بهذا الحفل؟ من وقت اللي خبروكم انه هو رح يكون له مشاركة، كيف تم التحضير، وخاصة انه يمان بيخضع لدروس ايضا موسيقية بمعهد صلح الوادي بحلب؟ بدينا بالتحضيرات، يعني اول ما اجتنا الدعوة كان لنا شرف يعني يمان انه يغني على مسرح قلعة حلب اللي غنى فيه طبعا كبار العمالقة اللي غنوا بسوريا طبعا. وبديت التحضيرات انه يمان صار ياخذ الاغاني ويتمرن عليها ويحفظ اغاني ويحفظ دروسه اكثر، يعني بدروس الاغاني، وهيك صار التحضيرات. دروسه بالمدرسة. ايه ودروسه بالمدرسة طبعا اكيد. يمان انت كان لك مشاركة ببرنامج مواهب مهم بالوطن العربي، وانت يمكن صار لك زمان عرفنا انك بتعزف على العود وايضا بتتدرب على الموسيقى، خبرني من ايمتى بتعزف، من ايمتى بتتدرب على الغناء، من اي عمر؟
أنا تدربت على الغناء من عمري كان 5 سنين، يعني كنت أغني. بعد فترة يعني 5 سنين كمان صار عمري 11 سنة أو 12، فحبيت إنه قلت له لبابا يا ريت إنه أتمرن على العود. يعني كنت أطلع على المسارح إنه أتفرج إنه شلون عم بيعزف على العود، أحب صوته، فأنا بحب العود والقانون، بس اخترت العود وبابا يعني صار يمشيني ويدعمك. كمان يمان لك كان مشاركة بروسيا، طبعا خبرنا عنها أكثر. والله يعني كثير كثير فرحت بهالمشاركة، لأني يعني واحد كيف بدي اقول لك انه هالطلعة هي انه علمتني يعتمد الواحد على ذاته، يعني انه مثلا طلعنا حالي بعيد عن الاهل. ايوه بعيد عن الاهل، يعني انت تطبق اغراضك، انت رح تساوي، انت رح تعمل. ونفي على طول من الصبح يعني نتعب كثير، بس مع ذلك هلا بتذكر في مسؤوليه روح. يمكن كمان كانت يمان عليك، يعني انت عم تنقل صوت الفن السوري للخارج. كان المسؤوليه عليك حسيت؟ أكيد طبعا اكيد. استاذ عدنان، يعني اليوم قديش دعمكم ليمان كمان بيساهم بنجاحه بشكل اكبر، واكيد والدته معنا بالاستديو بنقدم لها التحيه. خبرنا عن دعمكم له من هو عمره صغير لهلا، وحتى بنجاحه، حتى ببدايه شهرته اذا بدنا نقول ليمان يلي صارت ما شاء الله كثير كبيره. الله يخليكي. بالنسبه ليمان، يعني اول ما شفناه انه حسينا انه عنده ميول للغناء، وعنده طبعا انه هالميول هي الحلوه، فحبينا شارك يمان بمرتين بمهرجان طلعي، واخذ الاول على مستوى سوريا طبعا، ومره بمهرجان طفوله الاول، وهون صرنا يعني انه نحس في يمان، في عنده شيء لازم العالم تشوفه، لازم العالم تسمعه، فاخترنا له طبعا استاذ وحطينا له بمعهد صباح فخري يعني، وصار يتمرن وصار يعطي، وصرنا نهتم فيه اكثر لاني هو حابب انه حابب هالشيء هذا، فصرنا ندعمه اكثر. يمان شو حابب تسمعنا؟ يلا. بما انه امبارح كنا متقابلين مع استاذ عملاق حلب، استاذ صباح فخري، راح اغني له طولة العمر ان شاء الله. امين يا رب. يا طير طيري يا حمامة، وانزيلي بدمر والهامة، هاتي لي من حبي علامة، ساعة وخاتم المال، يكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، على ديني العيش يا حرام والله. يا طيرة يا حلوة تعالي، واحكي له علي شغل بالي، قولي له حبك يا حلالي، الأسمر والخال، كيف عذابي حرم والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، على ديني العيش يا حرام والله. يمان شو عم تحضر شيء جديد بناحية الموسيقى والفن؟ عم تشتغل على شيء؟ عم تكمل تدريباتك؟ شو عم تعمل؟ طبعا انا بكمل هلا تدريباتي، وبس عم كمل دراستي هلا، اخلص دراستي وبعدين انه راح ظبط شيء جديد، راح ان شاء الله تشوفه قريبا ان شاء الله يا رب. يعني دائما الاهل بيسعوا بهيك مرحله انه طفلهم يمكن وابنهم ما كثير يمكن الفن ياخذ من وقت دراسته، ودائما اكيد بتسعوا انه يكون في له مستقبل دراسي مشرق بالاضافه لهالفن الرائع. كيف عم تنسقوا بهذا الموضوع مع يمان؟ يمان اول شيء انه منسقي له وقته، مرتبي له وقته يعني بشكل صح، انه ما يغلب الفن على الدراسه او العكس صحيح يعني. ايه بتنظيم وقته عم نحسن ان شاء الله، ومضغوط كثير يمان يعني بالضغط الدراسي، وضغط بين ضغط الدراسي وبين ضغط الدراسي تبع الفن طبعا، بهالمرحلتين هي كثير مضغوط، فعم بنحاول ننسق بين الطرفين.
يعني يمان كل الاطفال يلي عم يشاركوا ببرامج المواهب وعم يتميزوا عم يصيروا فعلا نجوم نجوم وكل الناس عم تنبسط بوجودهم. تحولت حياتك لهالموضوع؟ عم تحس حالك انه فعلا انه انا والله صرت ها نجم ويلا؟ لا ابدا الحكي ما في حكي ابدا. شوي اللي شوي حلوه النجوميه حلوه النجوميه. مين الاساتذه اللي بتسمع لهم وبتحب تكون مثلهم ويمكن اذا فينا نقول هنا قدوتك؟ استاذ صباح اكيد اكيد. استاذ صباح فخري كمان. شو حابب تسمعنا يمان؟ يعني احنا مبسوطين بوجودك اكيد. كل الجمهور اليوم مبسوط بوجودك معنا ورح ينبسط كثير باللي رح تسمعنا اياه. يا ذا القوام السمهرين، يا ذا القوام السمهرين، حاول رضا بسوك يغنى من من حاول كم ذا التجافي قلبي عاد أحرمت أجفاني القاد كم ذا التجافي قلبي عاد أحرمت ما شاء الله. يعني اليوم في مخطط لمستقبل اليوم عم بنرسم ليمان، كيف عم ترسموا له يمكن مستقبله وشهرته ايضا؟ كيف عم تسعوا انه تكون بما يليق فيه؟ بالنسبه ليمان قلت لك بالاول يعني انه اهم شيء انه دراسته، انه عنده دراسته انه اهم بالنسبه للفن، وان شاء الله في اعمال جديده يعني عم نسعى له فيها ونسعى نطوره اكثر ان شاء الله كمان ليصير بمستوى كمان يرضي الناس كلها، يعني يرضي محبه الناس اللي اكتسبها اكيد يعني. ان شاء الله هالمحبه بتزيد اكثر واكثر يمان. احنا كثير انبسطنا بوجودك معنا لليوم. ان شاء الله هيك، ان شاء الله كل المستقبل المزهر قدامك يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تحقق كل شيء بتتمنى يمان وتوصل للمكان اللي انت بتستاهله. اكيد الله يعطيكم العافيه على هالدعم وعلى هالمربى يمكن الاصيل ليمان. شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم كثير. اما هلا اريج رح نروح لنشوف كيف كان اجواء ختام حفل الامس واللي كان في الكثير من الحماس والاعتزاز بالوطن سوريا. خلونا نشوف هالماده مع بعض. Yeah.
يعني ميسان لهون بيكون صباحنا وصل للختام من هالمكان الصامد دائما. نقلنا يمكن أجواء حفل يوم أمس الرائع، وأيضا نقلنا صوت الفن الرائع اللي كان صدى لانتصارات الجيش العربي السوري، وأيضا كان ذكرى لأرواح شهدائنا الأبطال. وبختام هالحلقة بدنا نشكر صاحب مقهى القلعة السيد هشام عمورة على تعاونه معنا، وأيضا نشكر المهندس مهندس الإضاءة إلي شبروني على تصميم الإضاءة، وخاصة بحفل يوم الأمس بسرعة قصوى وتحضير يمكن ما تجاوز 4 أيام، وأيضا الأستاذ شادي مرتك على التصوير الرائع عبر الطائرة. يعني الشكر ما موصول، دائما رح يكون موجود لكل الإعلام السوري اللي كان مشارك بتغطية الاحتفال ليلة أمس وحتى اليوم. الشكر لكل الفنيين يلي من مبارح لليوم عم يشتغلوا كتير، تعبوا بتغطية الحفل، الإعلام التلفزيون السوري بشكل عام. مشاهدينا إن شاء الله نكون هيك قدرنا نضيف حلقة بحلقتنا لليوم شيء جديد لكم من خلال هالتغطية، من خلال هالمكان المتميز. نحن نبقى معكم دائما، وين ما في احتفال وين ما في نصر دائما رح تكون شاشة الإخبارية السورية موجودة. شكرا لكم مشاهدينا، باي باي، تبقوا بألف خير، باي باي.